في الشأن الأمني، تمكنت فرق الجمارك بولاية طارف من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المرجان قدرت ب 42.5 كيلوغرام في كم قامت بوضعه بإحكام على المنطقة الحدودية مع تونس بالقالة. العصابة أو عصابة المهربين وفور مباغتتها بعناصر الجمارك قامت برمي كمية المرجان ولذت بالفرار، وستسلم البضاعة المحجوزة إلى قابض البلدية لاسترجاع أو لاستخراج السند غرامة يقدر ب 500 مليون سنتيم. محمد بن كموخ. قام عناصر أفراد الفرقة المتنقلة للجمارك بالطرف من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المرجان الخام المقدرة ب 42 كيلو ونصف من المرجان قائمون بعملية تهريب لادوا بالفرار، لم نتمكن من التعرف على هويتهم. بالنسبة للإجراءات المتبعة، تقوم مصالح الفرقة بتسليم الكمية المحجوزة للسيد القابض الذي يقوم بإيداع ملف متابعة قضائية أمام محكمة القالة.